وينضم الينا من عمان دكتور ايمن صوالحه خبير التنبؤات الجويه. دكتور ايمن، يعني لم ننتهي من تغطيه الاخبار المتعلقه بالاضرار الفادحه التي احدثها الاعصار هارفي والان العاصفه ايرما. يعني هل هناك ربما عوامل معينه تجعل بعض مواسم الاعاصير تكون اكثر كثافه واكثر غيرها في سنه ما عن غيرها من السنين؟ مساء الخير في البداية لك ولجميع المتابعين. في الحقيقة تعتبر هذه الفترة من العام في كل عام هي الفترة التي ينشط فيها نشوء الأعاصير في هذه المنطقة الاستوائية. ذلك ينتج بفعل عدة عوامل، عدة نظريات تساهم في نشوء هذه العواصف. لعل هذا العام شهد نشوء عدة عواصف هامة وأثرت على مواقع هامة واستراتيجية في منطقة جزر الكاريبي، منطقة أمريكا الوسطى، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. لعل آخرها كان الإعصار هارفي الذي كما تفضلتم أثر على ولايتي تكساس وليزيانا، أدى إلى حدوث دمار كبير، حدوث أضرار اقتصادية كبيرة، في حين أن هذا الإعصار الإعصار إيرما هو قد رفع بالأمس إلى الدرجة الخامسة وفقا لتصنيف خافير سمسن لقوة العصير، وهي الدرجة الأكثر تدميرا، الدرجة الأكثر قوة وفقا لهذا التصنيف. هو حاليا قد عبر خلال الساعة الماضية منطقة أو مدينة سانت مارتن، مؤديا إلى حدوث فيضانات عارمة وانقطاعات كبيرة وواسعة في التيار الكهربائي. متوقع أن يتحرك خلال اليومين القادمين إلى منطقة جمهورية الدومينيكان، منطقة كوبا، كذلك الحال بريتش فيرجن آيلاندز أو جزر العذراء البريطانية. هنالك توقع مرجح لوصول هذا الإعصار إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم السبت، مساء السبت تحديدا إلى منطقة ميامي يوم الأحد. وبهذا في حال وصل الإعصار إلى هذه المنطقة سيشكل تحديا كبيرا أمام الرئيس ترامب. نستذكر بذلك الإعصار ساندي الذي أثر على مناطق واسعة في شمال شرق أمريكا تحديدا ولاية نيويورك في العام 2012، وشكل تحديا كبيرا لحكومة الرئيس أوباما في ذلك الوقت. طيب، يعني من الناحية المناخية دكتور أيمن، ما الذي يسبب ظاهرة الأعاصير ويجعلها تضرب بعض المناطق في العالم دون غيرها من المناطق، مثلا كالمنطقة العربية التي لا تشهد عادة مثل هذه الظواهر؟ في الحقيقة يستلزم نشوء الأعاصير وجود ما يسمى مناطق واسعة من المياه الاستوائية ذات درجات الحرارة المرتفعة، وتتشكل وقودا لنشوء تلك العصير. كذلك الحال وجود أنظمة جوية مناسبة في المنطقة حول منطقة نشوء الإعصار. هنالك ظروف مواتية جدا لنشوء عصير خلال الأسبوعين الماضيين وهذا الأسبوع، إبان نشوء الإعصار هارفي وكذلك الحال الإعصار إيرما. وبالمناسبة عند الحديث الآن هنالك عاصفة استوائية جديدة تشكلت خلف إيرما. هنالك مرتفع جوي عميق في فوق منطقة المحيط الأطلسي. هذا المرتفع الجوي العميق يجلب رياح شمالية غربية هادئة شمالية شرقية هادئة نحو منطقة الكاريبي، مما يؤدي إلى اشتعال الوقود في تلك المناطق، وقود الأعاصير وهي المياه الدافئة في جزر الكاريبي. كذلك الحال وجود ما يسمى بالويند شير أو رياح القص. هذه الرياح تستلزم أن تكون هادئة لنشوء الإعصار بشكل عمودي وارتفاعه بشكل كبير على سطح الأرض وتولد القوة الإعصارية في هذه العواصف. نعم، شكرا جزيلا دكتور أيمن صوالحة خبير التنبؤات الجوية، كنت معنا مباشرة من عمان.